نرمين الفية عندها 48 سنة ولسه ما اتجوزتش لحد دلوقتي، ورغم انها فتاة احلام كل الشباب لحد دلوقتي، وده بالرغم من كبر سنها بسبب احتفاظها بجمالها ورشاقتها، بس كل ده ما نفعهاش لما تقدم لها سفير وهي رفضته، وده بسبب تعليقات امه عليها. من خلال الفيديو ده هنعرف ايه حكاية السفير اللي نرمين الفية رفضته بسبب امه. انا مريم مجدي ويلا بينا نشوف ايه الحكاية. نرمين الفقي حكت موقف غريب جدا مع سفير كان عاوز يرتبط بيها، بس هي رفضته وقالت ان شخصيته كانت ضعيفة جدا، وكمان تعليقات والدته عليها كانت غريبة، وده اللي تسبب في حالة من الجدل على السوشيال ميديا. نرمين قالت ان السفير جالها البيت وكان معاه امه علشان يتقدموا لخطوبتها في بيتها اللي في القاهرة، بس اتفاجئت برد فعل ام السفير، وده لما قالت انها ما كانتش متصورة ان نرمين الفقي ساكنة في شقة صغيرة بالشكل ده، بس ام نرمين ردت عليها ان دي شقة جدة نرمين. وكمان نرمين قالت ان ام السفير قالت كلام غريب قوي، زي مثلا انتوا بتعملوا ايه بالفلوس اللي معاكو هو اللي بتاخدوها من الفن، وليه نرمين ما عندهاش فيلا كبيرة. وقالت كمان ام السفير انها مستغربة من بيت نرمين ازاي يكون بالشكل ده. وكمان نرمين قالت ان بعد كلام ام السفير عملت لها عزومة كبيرة في فيلتها في اسكندرية، وقالت لها ان ده بيتها اللي عايزة تشوفه، وقالت كمان ان جدتها كتر خيرها انها ادتها شقتها علشان تقعد فيها في القاهرة. بس حصل موقف غريب قوي مع نرمين الفقي، قالت انها لما عزمتها في اسكندرية ما لحقتش انها تغير هدومها بعد الطبخ، فدخلت نرمين الفقي وسلمت على ام السفير بهدوم المطبخ. المفاجأة بقى ان ام السفير قالت لها هو انت هتطلعي بريحة البصل دي؟ وقالت نرمين بعد ما العزومة خلصت انها بلغتهم انها مش موافقة على خطوبتها من السفير، وقالت كمان انه كان شخص طيب وكويس جدا، بس مشكلته ان كانت شخصيته ضعيفة جدا. وعن سنها قالت نرمين الفقي ان سنها على جوجل مكتوب غلط ان عندها 50 سنة، بس ده عكس الحقيقة. وقالت في برنامج مع الإعلامية منى الشاذلي إن عمرها الحقيقي 48 سنة بس. وعن الترندات قالت نرمين الفقي إن الترند مش فارق معاها وإنها مش معتمدة على الترند، وقالت إنها سعيدة بتجربة مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى. وعن رحيل والدتها قالت نرمين إن رحيل والدتها أثر في حياتها بشكل كبير، وقالت إنها بتوصي كل ابن وابنة على أمهم، وقالت إن مفيش أحسن من دعوة الأم وحضنها، وقالت إنها طردت الممرضة من عزا أمها بسبب إنها خلتها تشد على أمها قبل رحيلها، وده بسبب إنها قالت لها إن أمها عملت حاجة غلط في حق نفسها. خلال الأيام دي أعلنت نرمين الفقي عن تعاقدها على مسلسل بعد النهاية، وده من إنتاج محمد إبراهيم وتأليف فداء الشندويلي ومحمد إبراهيم وشيماء سامي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد، وفي رمضان اللي فات ظهرت في مسلسل الكبير قوي الجزء السادس. وفي النهاية مستنين كومنتاتكم عن موقف نرمين الفقي مع السفير اللي كان عايز يرتبط بيها، شاركونا برأيكم في الكومنتات.